السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو الأخير راح نسوي تطبيق عن الكيباد إن شاء الله. اوكي، نروح الملف المشروع، طبعا عندنا الدائرة نفس اللي في الفيديو اللي قبله. اوكي، بس في شوي تغييرات في الكيباد. هذا لو تلاحظون في الفيديو اللي قبله كان هذا النجمة، اوكي، حطينا بداله كلير، غيرنا قيمته الى كلير. اوكي، وهنا هذا حطيناه بانتر، وهنا كان عندنا اي، وهنا بي، وهنا سي، وهنا دي. اوكي، فغيرنا هذا حطيناه زائد، وهذا ناقص، وهنا عندنا علامة الضرب، وهذا التقسيم. طبعا كما هو واضح تطبيقنا راح يكون على حاسبة. اوكي، اول شيء نجرب اول شيء المشروع، بعدين راح نشرح الكود ان شاء الله. طبعا في البداية عندنا رسالة كالكليتر على حاسبة تقعد ثانيتين، بعدين ندخل الرقم الاول. اوكي، نمبر 1، نختار اي قيمة مثلا 5، بعدين اذا انتهينا نضغط انتر، بعدين يسألنا عن الرقم الثاني مثلا نختار 2، نضغط انتر، بعدين اوبريشن. اوكي، العملية، يعني وش تبي تسوي بالرقمين؟ هل نبي طرح ام ناقص ام زائد ام تقسيم؟ اوكي، فهنا عندنا قلنا هنا العمليات، نختار مثلا علامة الزائد، هذا بيجمع الرقمين طبعا، نضغط انتر، سم يعني الجمع يساوي 7، 5 زائد 2 7. اوكي، خلصنا، نضغط كلير، يرجع من جديد. اذا ضغطنا كلير نرجع من جديد لادخال القيم. اوكي، 2 مثلا، اذا ضغط اي رقم وتبي تمسحه نضغط كلير يمسحه ويرجعنا ثاني مره يسالنا عن الرقم الاول. اوكي، مثلا 6، بعدين انتر. لنفرض ان مثلا اخطات برضو في الرقم الثاني، مثلا اوكي حطيت 4 وانت ب5. اوكي، تضغط كلير يرجعك. لو تلاحظون ما مسح الرقم الاول، لا، يمسح الرقم الحالي ويطلب منك تدخل اي رقم مكانه. اوكي، بداله قلنا مثلا 5، انتر. هنا مثلا نحط تقسيم، نضغط كلير عشان نغير، نحط ضرب، بعدين نضغط انتر، يقول لك product equals 30. اوكي، 6 ضرب 5 30، product يعني حاصل الضرب. اوكي، فبكل بساطة هذا هو التطبيق. اوكي، هذا هو المثال. اوكي، عندنا أرقام، ندخل قيم ونضغط انتر، بعدين نختار العملية، نضغط انتر ونشوف الناتج. اوكي، وعندنا السويتش اللي هو هنا كلير، اما انه يمسح اذا خلصنا في النهاية وعرضنا النتيجة يمسح كل شيء ويرجع من جديد، او اذا اخطانا مثلا في اي ادخال، مثلا في الرقم الاول اذا اخطانا نضغط يرجعنا ثاني مرة وندخله من جديد. اوكي، نحط يعني اي قيمة من جديد. اوكي، فهذه فائدة الكلير. اوكي، فهذا التطبيق بشكل رئيسي. نشرح الكود. نشرح أول شيء من البداية. عندنا هنا أول شيء عندنا هذه كلها متغيرات. أول شيء هذا الكيبي شرحناه طبعا، هذا راح يخزن رقم المفتاح المضغوط. قلنا هنا في المفاتيح عندنا هنا 16 مفتاح، 1 و2 و3 وهكذا إلى 16،
هذا الكي بي راح يحمل هذا الرقم، رقم السويتش. وهنا عندنا متغير ثاني، هذا راح يحمل قيمة السويتش. اوكي، هذا راح يحمل قيمة السويتش. اوكي، وهنا عندنا متغير راح يحمل النتيجة. اوكي، هذا ناتج العملية. اوكي، وعندنا هنا لو تلاحظون هنا عندنا كار، هذا الريزالت تكست عبارة عن مصفوفة فيها أربع عناصر. أوكي، لأن هنا الريزالت إذا حطينا النتيجة هنا خزناها ما راح نقدر نعرضها في ال LCD. ليه؟ لأن ال LCD ما يعرض إلا حرف أو نص، يعني أو إما كار أو سترينج. أوكي، فعشان كذا نحن النتيجة طبعا اللي بنحطها هنا النتيجة بتكون رقم أكيد. أوكي، فهذا الرقم لابد انه يحول الى نص عشان يعرض في ال LCD. اوكي، فنحن ايش حطينا كار ريزالت تكست. اوكي، هذا الناتج بيخزن هنا على شكل نص. طبعا حطينا المصفوفة قيمتها 4، نحن ما راح يتعدى عندنا الناتج 4 قيم او اقل حتى، بس حطينا كده 4. اوكي، وهنا عندنا متغيرين. طبعا لو تلاحظون هنا اعلنا المتغيرين في نفس الصف، بس تحط فاصلة. اوكي، تحط فاصلة. هذا المتغير الاول نام 1 اختصار الى نمبر 1، هذا راح يخزن اول رقم. اوكي، وهذا راح يخزن الرقم الثاني. اوكي، وهنا عندنا الاو بي، هذا راح يخزن العملية. اوكي، يعني مثلا هل هي زائد ام ناقص ام ضرب ام تقسيم. اوكي، هذا بيخزن القيمة. اوكي، العملية. وهنا عندنا هذا بت، هذا لو تلاحظون بت معنى ان هذا المتغير اللي اعلناه هذا بيكون مداه اما صفر او واحد، فقط صفر او واحد. قلنا الكار من صفر الى 255، والانساين شورت برضه نفس الشيء من صفر الى 255. اما البت يعني ان هذا المتغير اما بيخزن فيه واحد او صفر فقط. اوكي، نحن هذا بنستخدمه في وشه اذا المستخدم اخطا. نحن نلاحظ لما كنا نضغط على كلير كان يرجعنا من جديد. اوكي، يرجعنا من جديد ويخلينا ندخل القيمه من جديد اذا اخطانا. اوكي، فهذا اذا اخطا المستخدم بنخليه بواحد. اوكي، عشان نعلم المايكرو كنترولر ان المستخدم ادخل قيمه خاطئه. اوكي، فهذه فائدته. اوكي، وعندنا هنا تعريف اقطاب الكيباد. اوكي، قلنا ان الكيباد بيكون في البورت دي. اوكي، تحت هنا عندنا تعريف اقطاب ال LCD، قلنا ان ال LCD بتكون في بورت بي. اوكي، ننزل للمين اول شيء. اوكي، عندنا هنا المين فانكشن، هذا الدالة، هذا تعريف الكيباد حطيناه في البداية. وعندنا هنا ال LCD، عندنا في البداية لو لاحظنا أول ما فتحنا المشروع جتنا هذه الرسالة اللي هي كالكليتر، ثانيتين بعدين مسحت. أوكي، بعدها عندنا هنا لوب، طبعا هذه الحلقة اللانهائية لوب. في النهاية نلاحظ نهاية هنا go to loop، هذه الحلقة اللانهائية كتبناها بهذه الطريقة. هنا بداخلها عندنا أول شيء القسم الأول، هذا القسم وش وظيفته؟ إنه ياخذ الرقم الأول، يعني إذا المستخدم أدخل الرقم الأول هذا ياخذه. أوكي، يعني في البداية وش يسوي؟ عندنا هنا يعرض هذه الرسالة. أوكي، يعني يسأل المستخدم إنه يدخل الرقم الأول. أوكي، نجرب هنا في البداية أول ما نشغل تجينا الرسالة كالكليتر، بعدين تجينا هذه الرسالة يطلب مني إني أدخل الرقم الأول. أوكي، بعدها مباشرة بيدخل للكيباد. أوكي، أول ما يدخل الكيباد ينتظر مني إني أدخل أي رقم. أوكي، نروح الكيباد، طبعا الكيباد شرحناها بس هنا في تعديل بسيط عليها. اوكي، قلنا هنا بيدخل الكيباد ما راح يطلع من هنا الا
اذا تم الضغط على السويتش، اوكي. اذا تم الضغط على السويتش قلنا الكي بي بياخذ رقم السويتش. بنيجي في السويتش ستيتمنت عشان نعرف ايش السويتش اللي تم ضغطه، اوكي. اذا كان السويتش رقم واحد مثلا بيسوي هذا الامر وبريك، اوكي، وهكذا بقيه الاوامر، اوكي. عندنا هنا مثلا اذا المستخدم ضغط المفتاح الاول راح نحط القيمه هنا كار عشان تنعرض في ال LCD كما شرحنا سابقا. وهنا عندنا المتغير الجديد اللي هو كي بي ديسيمال، هذا راح يخزن قيمه السويتش، اوكي، مو رقم السويتش، قيمته، اوكي. قلنا السويتش الاول رقم واحد بيكون واحد اللي هو هذا، قلنا هذا سويتش رقم واحد بتكون قيمته واحد، اوكي. فهنا هذا المتغير بيخزن قيمته، اوكي. بعدين بريك بيطلع، اوكي. وهنا طبعا غيرنا، اول كنا نعرض هنا A رقم أربعة خلينا بداله زائد، والبي خلينا بداله ناقص، وعندنا السي ضرب، والدي عندنا تقسيم، اوكي. هذه العلامات، اوكي. فبيروح قلنا بيجي هنا الكيباد مثلا، خلينا نقول ندخلنا رقم واحد، ندخل هنا واحد مثلا، عرض واحد، اوكي. طبعا سوى بريك من هنا، طلع من السويتش وجاء هنا عرضها، اوكي. طبعا هنا تلاحظون في اف ستيتمنت، اول بس كنا نعرض القيمه، الحين عندنا العرض حطينا فيه الشرط، اوكي. كنا هنا اذا كانت القيمه مضغوطه اللي هي مربع، طبعا ايش هي المربع؟ وضحنا هنا اللي هي انتر، غيرنا بدل حطينا انتر هنا، اوكي. اوكي، يعني كان هنا هذا الشرط يقول ايش؟ يقول اعرض اي شيء في اي 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 مفتاح ضغط المستخدم اعرضه الا اذا كان انتر واذا كان كلير. طبعا هذه النجمه قلنا كلير، هنا مكانها حطينا كلير اللي هو حذف مسح، اوكي. فطبعا ما 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 راح نعرض شيء في المسح، لان اصلا نحن بنعرض الاخطاء، بنمسح الاخطاء عفوا، اوكي. فعشان كذا ضغطنا انتر ما راح نعرض شيء، خلاص راح خلصنا ونعرض الرقم وبنطلع، اوكي. فهنا هذا ما يعرض الانتر، اوكي، لان الهدف من الانتر ان نخرج من الكيباد اصلا ونروح للامر اللي بعده، اوكي. وهذا الهدف منه ان نمسح الاخطاء، اوكي. فنحن وش حطينا هنا؟ اف تم ضغط على انتر، وايضا هذا الشرط الثاني هذا مرتبط، اوكي. عندنا هنا شرطين في الاف ستيتمنت، اوكي، لان في هنا اند عندنا، يعني كنا نبي نقول اذا تم الضغط على انتر وايضا تم الضغط على كلير هذولي لا تدخل، اوكي. يعني هنا وش سوينا؟ هنا لو تلاحظون علامه تعجب ويساوي، هذه معناتها is not equal، يعني لا يساوي، اوكي. يعني ان المفتاح اذا ما كان يساوي الانتر، يعني بمعنى اخر ان لم يتم الضغط على انتر، اوكي. وهنا وايضا اذا المفتاح ما يساوي النجمه اللي هي كلير، بمعنى اخر لم يتم الضغط على كلير، ذيك الساعه اكيد بيكون رقم، اكيد بيكون رقم من 1 إلى 9، فاعرضه هنا نعرضه، او انه مثلا بيكون زائد او ناقص او اي، يعني اي شيء غير الانتر والكلير هنا بيعرضه، اوكي. عشان كذا هنا اول ما حطينا واحد بسرعه عرض واحد، اوكي. اوكي، بعد طبعا عرضنا القيمه، منتظر الحين، اوكي، منتظر هنا ما راح يطلع من هنا قلنا الا اذا تم الضغط على اي سويتش. طبعا نحن خلاص اخترنا الرقم الاول، عرضنا عرض الرقم الاول وكل شيء، وجاء هنا ثاني مره لان قلنا الكيباد بيقعد فيه الى الابد، فدخل هنا دخل في هذا الدوال ينتظر اي رقم. نحن طبعا خلصنا، بما ان خلصنا عرضنا كل شيء، يعني هذا القيمه الاولى، فنضغط انتر مثلا، اوكي. هنا نضغط انتر، طلع من الكيباد، نكمل الامر تحت. طبعا طلع من هنا ليه؟ لانه بيجي تحت طبعا بيلاحظ ان ضغطنا انتر ما راح يعرض الانتر قلنا نحن، اوكي. فبيجي هنا هذا الشرط، بيلاقي هذا الشرط اذا تم الضغط على انتر، يعني اف كي بي ايكولز يساوي المربع اللي هي الانتر، اذا تم الضغط على انتر او، طبعا هذه او اور، اوكي، هذه اور او، يعني عندنا هنا شرطين برضه، اذا تم الضغط على انتر او على كلير يطلع، اوكي. طبعا بنشرح الكلير بعدين، اوكي. ففي هذه الحاله نحن ضغطنا انتر وطلعنا، وين بيروح؟ جاء هنا، طلع من الكيباد طبعا،
جاء هنا ما لقى الكلير، طبعا الكلير بنشرحها بعدين انسوه. فنحن قلنا دخلنا هنا وطلعنا، ايش بيسوي بعده؟ بيخزن القيمة اللي دخلناها، اللي في حالتنا دخلنا نحن رقم واحد، فالحين رقم واحد تخيلها هنا، اوكي؟ قلنا الكي بي ديسيمال بيساوي رقم واحد، اوكي؟ يعني الكي بي ديسيمال هذا بيخزن القيمة، قيمة المفتاح قلنا، اوكي؟ فبنخزنها في رقم واحد، اوكي؟ نام 1. بعدين ايش بيسوي؟ بينتظر 200 ملي سكند، بيجي ينزل لهذا الامر، اوكي؟ بيعرض لهذه الرسالة. طبعا نلاحظ ان جتنا هذه الرسالة، اوكي؟ ادخل الرقم الثاني، عرض لي هذه، ونفس الطريقة بيدخل في الكيباد، دخل الكيباد، خلني اضغط مثلا 2، ضغط 2، في هذه الحالة ضغط 2، جاء هنا اخذ رقم المفتاح، لقاه هنا 2، هذا القيمة نخزن فيها 2 عشان نعرضها، وهنا هذا قيمتها، قيمة المفتاح رقم 2 قيمتها، اوكي؟ فجاء هنا عرضها، الحين منتظر مننا ان نضغط انتر ونطلع، اوكي؟ نضغط انتر، طلع، طبعا طلع من الكيباد، وين كنا واصلين؟ تحت في الرقم الثاني، عرض هذه، دخلنا الكيباد وطلعنا، بيجي بيخزن القيمة هنا. الحين رقم 2 تخيلها هنا مخزنة، اوكي؟ بعده وش؟ بيجينا الاوبريشن. هنا عندنا هذه الرسالة بتجي اللي هي او بي، يعني نختار العملية اما زائد او ناقص، وهكذا نختار مثلا زائد، بيحط علامة الزائد من الكيباد فانكشن، طبعا بيروح الكيباد فانكشن قلنا، اول ما يعرض الرسالة بيجي هنا بيلاقي ان اللي دخلناه اللي هو هنا زائد مفتاح رقم 4 اللي هو الزائد، نحطه هنا عشان بنعرض هذه، وهذه ناخذ قيمة الزائد، اوكي؟ هذا بيخزن الزائد، نضغط بريك، نضغط انتر عشان يسوي بريك من الكيباد فانكشن، بنلاحظ طلع مباشرة عرض القيمة سم، سم يعني جمع، جمع الرقمين ناتجهم اللي هو 3، 1 زائد 2 طبعا 3، اوكي؟ فهنا عندنا عرض القيمة، وش سوى؟ جاء هنا قلنا دخل كيباد كل شيء، وخذ الساين اللي هي علامة العملية اللي نبيها، جاء هنا خزنها في هذا المتغير، يعني تخيل الزائد اللي اخترناه جاء هنا، اوكي؟ هذا الحين وش يسوي؟ يسوي الزائد، اوكي؟ فهنا عندنا مباشرة قلنا بندخل للسويتش، هذا السويتش ستيتمنت طبعا شرحناها، عندنا السويتش بيشوف هل الشرط الأول عندنا، هل هي زائد؟ هل العملية زائد؟ طبعا هي زائد، اوكي؟ ايش بيسوي؟ بيخزنها في الريزلت، قلنا الريزلت بيخزن النتيجة، اوكي؟ فنحن في حالتنا هنا الزائد يعني جمع، بيجمع الرقم الأول زائد الرقم الثاني، اوكي؟ بعدين قلنا ما راح نقدر نعرض الريزلت، ليش؟ لأن ما في شيء ينعرض في ال LCD إلا ويكون string أو car، اوكي؟ يعني إما حرف أو نص، حتى لو كان رقم نحوله إلى نص، اوكي؟ فنحن وش سوينا؟ سوينا هذه الدالة اللي هي بايت تو اس تي ار، قلنا طبعا بايت لان القيمة ما راح تتجاوز البايت اللي هي من 0 ل 255، ما راح تتجاوز، اوكي؟ فقلنا بايت تو اس تي ار اللي هو بايت تو سترينج، يعني حول البايت اللي في الريزلت هنا حوله الى نص اللي هو هنا، اوكي؟ نفتح قوس، نحط الريزلت اللي فيه القيمة اللي بنحولها، نحط فاصلة، وين اللي بنخزنها؟ قلنا هذه المصفوفة بنخزن فيها النص، اوكي؟ هنا، اوكي؟ بعدين نعرض ايه؟ نعرض هذه، اوكي؟ نعرض سم يساوي اللي هنا، سم يساوي، بعد ما عرضناه وش نسوي؟ LCD out CP، هذه وش معناتها؟ معناتها اخرج النص في الموقع الحالي، يعني current position في الموقع الحالي. الحين وين الموقع الحالي؟ طبعا هنا في ال LCD عندنا عشان نوضحها، قلنا اول شيء اعرض هذه، اوكي؟ بعد ما عرضت هذه اطبع القيمة في الموقع الحالي، يعني الكرنت بوزيشن، بيكون الكرنت بوزيشن بعد اخر شيء طلع في ال LCD. وش اخر شيء عندنا طلع في ال LCD؟ اخر شيء احنا حطينا السم يساوي، فوين الكرنت بوزيشن؟ بيكون بعد اليساوي هنا، اوكي؟ يعني هذا الامر بكل بساطة، اوكي؟
فهنا عرضنا الريزلت اوكي، بعد ما حولناه الى سترينج عرضناه هنا الى نص اوكي. بعدين في النهايه بيطلع بيسوي بريك اوكي، بيسوي هذا الشرط بيطلع بيسوي بريك اوكي. اول ما يسوي بريك مباشره بيدخل الى الكيباد. في النهايه بعد ما خلصنا كل شيء بيدخل الى الكيباد. طبعا هنا يدخل في الكيباد لان نبي نسوي كلير، نمسح كل شيء وندخل من جديد اوكي، يعني كاننا بنسوي اعاده تشغيل اوكي، نمسح كل محتوى ال سي دي ونرجع من جديد. فنضغط كلير رجعنا لاول امر اللي هو ادخل الرقم الاول اوكي. فالحين بقى بشرح الامر كلير. فهنا اول ما دخل خلصنا طبعا عرضنا القيمه وكل شيء، جاء هنا دخل الكيباد اوكي. فهذا اللي قاعد يحصل، بندخل الكيباد اول ما نضغط كلير، طبعا قلنا مكان النجمه صار كلير اوكي، فبنحط السي ال ار اللي شرحناه فوق بيخزن اما صفر او واحد. اذا المستخدم اخطا طبعا او ان انتهت يعني انتهى عمل البرنامج اوكي. نحن في الحاله اللي عندنا هنا دخلنا الكيباد لان المستخدم طبعا انتهى، يعني عرضنا القيمه نبي نمسح كل محتوى ال سي دي ونرجع من جديد اوكي. فنحن بنخليه بواحد، بيجي هنا بيطلع طبعا اوكي، لان هنا عندنا الشرط اذا المستخدم ضغط انتر او اذا المستخدم ضغط كلير يعني اخطا بيرجع ثاني من جديد اوكي، او اخطا بيمسح كل شيء اوكي. ف يعني بشكل رئيسي اذا كنت بشرح هذا الامر بكل بساطه ان ما تطلع من الكيباد فانكشن الا اذا تم الضغط على انتر او كلير اوكي. يعني هل المستخدم يبي يمسح او انه خلاص ادخل قيمه يبغى يروح الامر اللي بعده اوكي. هذه باختصار يعني اوكي. فنحن في حالتنا ضغطنا كلير بيخلي هذا بواحد، بيلاقي هنا واحد بيطلع اوكي، بيسوي بريك بيطلع بيجي بيروح الامر اللي بعده. طبعا دخل كيباد اخترنا كلير، بيجي هنا هالكلير واحد طبعا واحد لان قبل شوي كان بواحد حطيناه بواحد ست 1. فبيجي هنا ايش بيسوي؟ بيمسح محتوى ال سي دي بشكل كامل اوكي، بيمسحه بشكل كامل ويصفره، يصفر الكلير وجو تو لوب. وين بيرجع؟ للمين لوب، اللوب الرئيسيه اللي هي هنا. عشان كده تلاحظون اول ما مسح رجع من جديد عندنا هنا، رجع في المين لوب اللي هي هذه، وسالنا عن الرقم الاول يعني ادخال الرقم الاول اوكي. هنا الرقم الاول تلاحظون. طبعا الان في الحاله الثانيه نفرض ان مثلا ان المستخدم ادخل رقم واخطا، ما يبي هذا الرقم مثلا، يبي يغيره باثنين مثلا، يضغط كلير. تلاحظون اول ما ضغط كلير وش سوى؟ مسح الموقع هذا اللي فيه الرقم، مسح الموقع ورجع من جديد يسال عن الرقم عشان يعيد ادخال الرقم الاول اوكي. اربعه مثلا اخطانا، نضغط كلير يرجع يمسح الرقم اللي في الموقع ده ويرجع يرجعنا عشان ندخل الرقم الاول اوكي. نضغط مثلا اربعه انتر اوكي. الرقم الثاني نقول ان اخطانا مثلا، نضغط كلير. لو تلاحظ ما مسح كل شيء، ما مسح خلاص اللي فوق قلنا صحيح وضغطنا انتر طلعنا. الان دخلنا ال سي دي ثاني مره ضغطنا كلير يمسح الامر الثاني ويرجعك ثاني مره عشان دخل الامر الثاني اللي هو دخل الرقم اثنين. نحط مثلا ثلاثة، نضغط انتر. نفس الشيء ايضا في العمليات، نختار مثلا زائد اذا اخطانا، نضغط كلير يرجع ثاني مرة يمسح القيمة اللي هنا في هذا الموقع ويسمح لك تدخل مثلا اي عملية ثانية، تضغط انتر. اول ما تضغط انتر راح يعرض كل القيم. الان ما راح يمسح هذا الموقع بس، يعني ما راح يمسح الرقم اللي معروض هنا، بيمسح بشكل كامل قلنا اوكي. قلنا الكلير، قلنا هنا في النهاية إذا دخل الكيباد لقى الكلير بيمسح كل شيء، كل محتوى ال LCD أوكي. نضغط كلير الحين، نلاحظ مسح كل شيء ورجعنا للرقم الأول أوكي. نشرح الآن الكلير. قلنا مثلا خلنا نقول إن مثلا في القسم الأول اللي بندخل الرقم الأول أوكي، بتجينا هذه الرسالة طبعا أدخلنا الرقم الأول، دخلنا الكيباد. بيجي الكيباد مثلا دخلنا، قلنا ان الرقم اللي دخلناه خطا اوكي،
فبنيجي بنضغط كلير صح، بيخليه بواحد، بيجي ينزل تحت هنا. طبعا ما حيعرض الرقم ليه؟ لان قلنا ما يعرض الانتر، وايضا ما راح يعرض الكلير. اوكي، فبيجي هنا، فبيجي هنا وش بيسوي؟ بيلاقي الكلير. طبعا هنا قلنا عشان يسوي بريك يطلع من الكيباد لابد انه يكون عندنا هنا الانتر، او الشرط الثاني اللي هو تم الضغط على كلير. ايش بيسوي؟ نرجع هنا، طبعا طلع الحين من الكيباد لانه قلنا الكلير ايضا يطلع من الكيباد. ايش بيسوي؟ بيجي هنا بيلاقي هل كلير واحد، طبعا واحد لان المستخدم اخطا وضغطنا حطيناه بواحد، حطينا قيمته من الكيباد بواحد. فبيجي هنا بيلاقي هذا الشرط متحقق، بيدخل هنا. ايش بيسوي؟ بيمسح الموقع اللي فيه الرقم. اوكي، طبعا الرقم الاول بيكون في الصف الاول العمود الخامس. اوكي، اللي هو هنا. اللي هو هنا هذا الموقع بيمسح هذا الرقم. قلنا الرقم الاول مثلا اخطانا، مثلا حطينا واحد نضغط كلير، يجي يمسح الموقع هذا، ما بيمسح كل شيء بس الموقع هذا، بيمسح هذا ويسمح لنا ندخل من جديد. اوكي، يعني بيمسح المساحه اللي فيها القيمه الاولى. اوكي اوكي فقلنا بنروح الصف الاول العمود الخامس. اوكي، يعني بنروح في نفس الموقع نحدد موقع اللي فيه القيمه ونحطه فاضي، نحطه فاضي زي كذا LCD out، بعدين نحط فاضي. اوكي، بيمسحه، بعدين نصفر الكلير، بعدين go to when number one loop. هذه فائده الجو تو لوب. اوكي، بيرجع نمبر 1 لوب، بيرجع هنا، ما راح يرجع هنا، لا بيرجع هنا، عشان كذا حطينا في البدايه هذا الامر. اوكي، نمبر 1 لوب. اوكي، ف بشكل مختصر ان المستخدم نفرض ان اخطا، بيجي هنا بيمسح، قلنا بيمسح مكان القيمه وبيرجع ثاني مره هنا ويعرض هذه الرساله ويدخل الكيباد عشان يدخل قيمه صحيحه لانه هو اخطا. اوكي، فهذه يعني هذه وش اسمها فكره الكلير عندنا. اوكي، طبعا نفس الشيء للرقم الثاني. اوكي، فهذا هو المثال بشكل مختصر. طبعا نجرب عمليه ثانيه. ستة انتر ضرب، عفوا خطأ، اذا اخطانا وش قلنا؟ كلير، بيمسح في نفس المكان، يرجعني نفس المكان اللي كنت فيه، جو تو نمبر 2. الحين نتخيل ان هذا الامر صار. اوكي، نرجع الكود. اوكي، طبعا قلنا الرقم الاول دخلناه صحيح. اوكي، ما صار شيء، انتر طلعنا، خزنا هنا، بعدين نحن اخطانا في هذه الحالة، ف الكلير بواحد، رجع هنا go to number 2 loop، رجع هنا. اوكي، عشان يسمح لي اني ادخله من جديد. اوكي، نحط اثنين انتر ضرب انتر product equals 12. اوكي، 6 ضرب 2 12. تعرف عليه في السويتش ستيتمنت كما شرحنا، وعرف ان ضرب، شاف العلامه ان ضرب، فضرب القيمتين وحولها الى تكست وعرضها في ال LCD. اوكي، هذا هو التطبيق بشكل مختصر. اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.